بفضاء المكتبة الوطنية بالرباط احتفى ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته العاشرة بكل من الكاتب والمفكر عبد السلام بن عبد العالي والكاتب والروائي محمد عز الدين التازي. هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة تعاون ثقافي بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية. هذا التعاون الذي يمتد عبر سنوات طوال نتج عنها العديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة والأنشطة الفنية كذلك. التظاهرة تنعقد للمرة الثانية في المغرب وتميزت بتقديم الكاتب والمترجم محمد أيت حنا لشهادة في حق الكاتب والمفكر عبد السلام بن عبد العالي، حيث تحدث عن إسهاماته كمفكر ومترجم وفيلسوف. كما تميز اللقاء أيضا بتقديم الناقد نجيب العوفي لشهادة في حق الكاتب والروائي محمد عز الدين التازي، حيث تحدث عن غزارة إنتاجه الأدبي المنفتح على آفاق إبداعية وثقافية متنوعة. التكريم هو نوع من التذكير بأسماء الأعلام التي تكمن وراء الثقافة هذه الثقافة. الحفل تميز بتسليم شهادة تكريم للمحتفى بهما. التكريم له طبيعته الخاصة بحكم أنه يأتي من سمو أمير الشارقة الدكتور السلطان القاسمي، هي مناسبة طيبة لأن يلتفت رجل مثقف كهذا من الإمارات لكاتب مغربي ومفكر مغربي أيضا. ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي تظاهرة عربية كبرى تسلط الضوء على المثقفين والكتاب والأدباء العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية في العصر الحديث من خلال برنامج تكريم تشرف عليه دائرة الثقافة في حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.